السلام عليكم. انا صاحب شركه النقل السياحي، كنطلبوا من وزيره السياحه، هي الاولى في القائمه، شوف لنا شي حل، لان احنا اون ديريكت مع وزيره السياحه، هي اللي خصها تشوف لنا الحل. في الدرجه الثانيه رئيس الحكومه، وكنطلبوا المطالب ديالنا اللي كنطلبوا انهم ياجلوا لنا الكريديات، بما بدات الخدمه، بما حلوا هما الحدود، حيت هما اللي سادين الحدود ماشي حنا اللي سادينها. خويا كنتمناو هاد الحكومه دير معنا شي حل، والا ما دارش معنا شي حل هي اللي غتكون خاسره الاولى، غتكون في المرتبه الاولى في الخسران، ماشي حنا بوحدنا اللي غنخسروا، حتى هي غتكون خاسره. مطالب ديال المطالب ديالنا وما يحيدوا لنا هادشي ديال، ياجلوا لنا هادشي ديال الكريديات، صافي ما كنطلبوش شي حاجه كثيره. الدعم والدعم من طبيعه الحال باش تستمروا احنا مستمرين، تيديروا معنا شي حل، غادي نبقاو مستمرين بحال هكا حتى يديروا معنا شي حل. ماشي الا ما كاينش الحل غادي نشوفوا كيفاش نوصلوا لصاحب الجلاله نيشان، الا ما كانتش هاد الحكومه باغا تخدم غادي نشوفوا كيفاش نوصلوا لصاحب الجلاله نيشان. وكلشي مستعد يلتحق بينا، لا مراكش لا اكادير لا كازا لا كلشي، كلشي مستعد يلتحق بينا، المغرب كامل يلتحق بينا. ايوا غنوليو هنا في وينوضوا يديروا شي حاجه، يتحركوا ونشوفوا حتى حنا الدوله ديالنا دارت لينا شي حاجه، تحركات معانا، شافت لينا شي حاجه باش نحلوا هذا المشكل. دابا انتم واقفين؟ هو راه من شهر ثلاثه. شهر ثلاثه فين وقفنا نيشان، اما الوقوف راه شهر واحد بدا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم نجيب زنيبو رئيس هيئة تتبع قضايا المواطنين بالشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تحت الأمين العام السيد حسن أنور. نحن هنا في الدار البيضاء في شارع محمد شارع الجيش الملكي، حاضرون باش لتأييد ومؤازرة هذه الشريحة المتضررة اللي هي ما كتطلب إلا الحقوق ديالها، كما كيقولوا الإخوان بأنهم ما تيطلبوش الصدقة، تيطلبوا المساعدة، تيطلبوا تأجيل القروض، وتيطلبوا تأجيل القروض، أخذ بعض المسائل في التأمينات على الحافلات ديالهم وعلى السيارات ديالهم. وحنا كشبكة وطنية لحقوق الإنسان، حنا راه الناس راه كنأزروهم وتنأيدوهم بدون شرط أو قيد، وراه حنا مستعدين، وحنا راه دخلنا على الخط ومازال غادي نصعدوا بطريقنا، وحنا راه مستعدين نوصلوا المسألة، تكون المسألة مش ما تبقاش غير وطنية، غادي تولي إن شاء الله عالمية. المطالب ديال الناس ومطالب كناقل سياحي بأن المطالب ديالهم تيطلبوا التامينات لاسينيسيس بالنسبه للناس الغير مهيكله، بمعنى الناس اللي ما مقيداش في لاسينيسيس، والناس اللي مقيده في لاسينيسيس على الاقل حتى اخر السنه. وكنطلبوا تاجيل القروض اللي هي ثقلات الكاهل ديال هاد النقاله هاد الشريحه. وحنا ما كنوافقوش على على دفتر التحملات الجديد، وعلى الكونترا بروغرام اللي دارتها هي جديده، لان ما كتخدمش في المصالح القطاع. وكنقول كما كنوصل هذه الرساله، والرساله ديالي بغيتها توصل لصاحب الجلاله، صاحب الجلاله نصره الله والله يشافيه، لاننا هو اللي بقى لنا الضمان الوحيد اللي بقى في هذه البلاد وبقى لهذه الشريحه. وهو راه هاد الناس راهم ماشي نقاله، راه ما كنعتبروهمش نقاله، هاد الناس راه كنعتبروهم سفراء ديال المغرب، هما اللي كيعطيو الوجه الحسن للمغرب، هما هاد الناس هما اللي كيستقبلوا، اول من يستقبل السائح او اخر من يودع السائح، بمعنى هاد الناس هادو راه عندهم واحد الدور كبير، وهاد الناس هادو راه الى تضمد الحقوق ديالهم كيفاش غادي يعطيو لواحد الوجه حسن لهاد البلاد. لهذا كنطلبوا من صاحب جلاله يدخل على الخط ويعطي الاوامر ديالو، لان التوصيات ديالو راه ما داروش بها، راه صاحب جلاله الله يخليه لنا راه تيعطي الاوامر ديالو، ولكن مع الاسف راه تيحولوها لمسارات اخرى، تتحول في الاعتصام هو اعتصام مفتوح،
احنا اليوم في اليوم الرابع وراه غادي نبقاو هنايا ومازال حنا راه مستعدين في كل بقاع المغرب باش نجيبو حتى وليداتنا حتى هما نجيبوهم معنا يجلسوا معنا هنايا باش لان كنعانيو حنا راه حنا كما كنقولوا حنا راه جيعانين ولكن نفسنا ما مخليناش حنا ما كنطلبوش الخبز حنا كنطلبوا يحلوا لنا الحدود مسدوده بمعنى صفر سائح وحنايا هنايا راه كنعانيو وتنعانيو في صمت وما بقيناش كنبكيو الدموع بالعكس راه تنبكيو الدم في قلوبنا تبدا الخدمه ما كاين والو حنا واقفين حنا واقفين حنا واقفين الحديد ديالنا عا كيتسخسخ في الزناقي لا سيرونس والو لا طريطات كيدوز ولا والو ما عندناش بغينا وحنا من شهر واحد انا بالنسبه ليا من شهر واحد من شهر واحد وكنخلص لا سيرونس دابا يلاه يلاه تيرت واحد لا سيرونس 25000 درهم عباد الله لي زاسيرونس خدام اوتوكار عندي 25000 درهم باش خلص ليه لا سيرونس دابا حشومه عيب حشومه حشومه داروا لي زاسيرونس ملي كنمشي واحد لا سيرونس كنقول تساعدوا معنا كيقول لك الحديد ديالك واقف في الزنقه ما عندكش حاجه اللي معمناك يتنسك جاج تشعل لك العافيه فيه شكون غادي يعوضنا فيه كضر عنك باش تعطي الشيكات باش تسوري على الحديد ديالك وهو واقف ها انت ما كاين لا خدمه لا والو اللهم انا هذا منكر وعاش سيدنا الله يخلي لنا سيدنا والله يشافي لنا سيدنا راه سيدنا هو اللي كاين الله يخليه لينا. سياحي من زاكورة التحقنا بالاخوان هنا في الدار البيضاء على سبب هذا المشكل ديال جائحة كورونا وكنتمناو بان الدولة تلتفت لهاد الناس لان من لو ديبي ديال لوموا ماكس وحنا واقفين ما كنديروا حتى حاجة وما عرفناش حتى لفين تو هادشي هو غادي هكا هالناس كيتسناهم لي بونك كيعيطوا ليهم باقي ما عارفينش اشنا هو الحل حنا بغينا نعرفوا اشنا هو الحل باينه المطالب ديالنا هما هاد الناس اللي دايرين دي كريدي وهما اللي مقعدين السياحه هما اللي بصفتهم منتشر سياحيين ما تكلم معنا حتى حد ما باينه حتى حاجه هادشي ما باينش ليه حتى ضو ما عرفناش حتى لفين تا ها لي بونك مورقين على الناس ها الناس ما عارفاش شنو غادي دير ها الدخول المدرسي كطلقك حاجه وتشدك حاجه ما عرفناش حتى الفوقاش هذا الشيء حنا كنطالبوا من الحكومه غير يقول لنا اشنا هو الحل وإلا ما كانش الحل راه غادي يلتحقوا الاخوان في زاكورة في المحاميد في ورزازات وغادي نديروا مسيره كبيره في العاصمه ان شاء الله معكم ناقص سياحي المعطي دبير كيتا افريكا تو حنا الله يخليكم حنا واقفين اليوم الخامس واقفين ماشي غير في الدار البيضاء هادو الاخوان ديال الدار البيضاء وكاين انسان اخوان اللي واقفين في اكادير ما كيدخلوش لديورهم كاين الاخوان اللي واقفين في زاكورة الابطال ديال زاكورة والاخوان في ورزازات والاخوان في فاس والاخوان في وجدة حنا خارجين خمس ايام دابا هادي ما كاينش شي واحد جاو معانا ولا شي واحد قال لنا اش واقع عندكم وكيف يعقل بان الاخوان ديال النقل السياحي اول وحدين خرجوا للشارع وكانت الوقفه يوم 5 مارس يعني قبل ما ندخلوا في الكونفينمون كنطالبوا حنا ما كنطالبوش بشي حاجه حنا كنطالبوا بالتوصيات ديال سيدنا الله ينصرو كنطالبوا بالتوصيات ديال سيدنا تطبق ويتكلموا مع الابناك حنا كنطالبوا بلي غوبور دو كريدي سون بيناليتي سون انتيري سون هذاك الشيء ديالهم هما كنطالبوا على الاقل يكون ان غوبور دو كريدي ما فيهش شي حاجه ماشي يجيو الاخر ويجلسيو لنا شي حاجه ديال لي زانتيري وهذه 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 راه حنا مضرورين راه حنا ما كنطلبوش من 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 هاد الدوله ولا من هاد الاخوان ديال الحكومه ولا شي حاجه ولا هذه كنطلبوا منهم يجيبوا لنا ما ناكلوا لوليداتنا حنا كنطلبوا غير باش يحميونا من الابناك لانه ولاو كيهدونا ولاو الابناك كيهدونا راه حنا ولينا مرضنا راه فينا واحد الفئه كبيره راه حاليا كاينه في السبيطارات كاين الناس اللي هما مراض كاين الناس اللي هما تضروا انا واحد منهم ضريت انا اليوم دابا ثلاث ايام ما جيتش عند الاخوان وانا جيت اليوم ومستعد نوريكم الادويه ونوريكم شحال من حاجه كنطالبوا اخويا حنا لي غوبور اول حاجه لي غوبور دو كريدي باش على الاقل نرتاحوا نفسيا باش نرتاحوا نفسيا ما يبقاوش يعيطوا عندنا لي بون لي بون كيقول لك ما عندهمش شي حاجه ما عندهمش شي معلومات ولا شي حاجه حنا كنطلبوا ان غوبور دو كريدي شكرا اخويا عاش الملك عاش الملك عاش الملك عاش الملك عاش الملك
الاخ بزهير الكاتب العام للجمعيه النقل السياحي الطرقي وعضو في الفيدراليه الوطنيه النقل السياحي بجهه الدار البيضاء. حنا اليوم هنا جينا يعني من بعد سلسله من النضالات اللي داز ومرات في طيله الحجر الصحي، يعني المسؤولين ديال الفيدراليه خداو الجؤول طاولة الحوار وهما الناس ديال الحوار ولكن دون جدوى. هذاك الشيء علاش حنا اليوم هنا، حنا راه معتصمين الى اجل مسمى، لان الى اجل غير مسمى. المطالب ديالنا هو اول حاجه تسديد القروض، يعني تاجيل القروض بدون فوائد الى ان يعيد القطاع عافيته. فينا هما الحدود؟ فينا هما الحدود؟ هادشي هذا فينا عندنا علاقه مع الحدود؟ هادشي هذا حنا كنقولوا بعدا بما تحل الحدود، حنا ما عرفناش الحدود امتى غيتحلوا، ولكن غير يهنونا نفسانيا. هذا نقص سياحي. يحسوا علينا نقص. حنا نقص سياحي. نعم. شرحوا لنا ما معنى النقص السياحي. النقل السياحي هو اول شخص كيستقبل السياح، هو الوجه ديال المغرب. اول واحد كيستقبل السياح هو النقل السياحي، اللي كيهبط من المطار هو اللي كيعطيه الصوره على المغرب. وحنا الحمد لله راه كنهزوا بلادنا، وهادشي هذا راه معروف علينا، وكنطالبوا من المسؤولين انهم يدويو مع الابناك، دويو مع الابناك، يميكوا علينا بحال هكا بهذا المعنى، هذا يقلبوا علينا، راه حنا عايشين في رعب. اللهم إن هذا منكر، اللهم إن هذا منكر. هذا عار، السياحة في خطر. 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 إلى عجبك الفيديو خلينا إعجاب وتعليق، دير أبوني وفعل الجرس باش يوصلك كاع الجديد ديالنا، وما تنساش تتابعنا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.